وين بدي اروح وين بدي اجي، ما عاد عارفه اني حرمه، وين بدي اروح وين اتقبل بيه يا اخوي. والله يوم اشوفهم اتاثر بحالهم، دا اقول لهم شباب المنجيلهم، دا اقول لهم شلونهم وشلون حالتهم، واسكتوا وخلني بهمي. احنا كنا قاعدين بالبيت وضربت عنا الطيارة، كنا بسراجب، ولدي من كثرة الطيارات والهنا الروس يضربنا، سوا وياهم السماء. وين بدي اروح بيهم؟ وين بدي اجي بيهم؟ ما عندي شيء يعالجهم غير رحمة الله. يضربون بينا من مطرح المطرح، ونجيب نتنقل ونجيب لما ايش صار بينا. والحمد لله طلعنا، يعني الحمد لله ما نقول اكثر، الحمد لله. وراحت اراضينا وراحت بيوتنا وراحت امانا وراحت ارزاقنا، وطلعنا ايب ايب الله الله، ودحق على خيمتنا ودحق على حالتنا.